إذن السلام عليكم. احنا في المدينة ديال صفرو، كنطالبوا الوزيرة ديال التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي وكذلك المندوب الإقليمي للتعاون الوطني باش يديروا واحد المركز ديال إيواء المتشردين والمختلين عقليا، لأن مؤخرا ولينا كنشوفوا بزاف ديال الحماق، بزاف ديال الناس اللي كيدوروا في المدينة ديال صفرو ما عندهمش فين يباتوا، ما عندهمش فين يجلسوا، ما عندهمش فين ينعسوا، كيعرقلوا كذلك السائر. انا واحد النهار لقيت واحد المراه دايزه، واحد الحمق، واحد المختل العقلي بدا كيغوت، السيده حامله. اذا هذا خطر كيهدد يعني المدينه، وحنا كنطالبوا دائما، كنا كنقولوا بانه وجب انه يكون واحد ديال الايواء ديال هاد الناس، لان ما كاينش مركز ديال الايواء المتشابه. إذا كنوجه كذلك واحد الرسالة للسلطات الإقليمية على أساس أنهم يشوفوا لنا شي مركز ديال هاد المختلين عقليا وهاد الناس اللي كيشكلوا واحد الفزع واحد الخوف، لأن مثلا واحد السيد جالس في القهوة كيجي هو مثلا كيقلب عليه الطبلة، أو مثلا السيدة دايزة حاملة كيجي واحد السيد مثلا كيبدا يغوت، ممكن أن الفرش ديالها إذا كانت حاملة شي جنين طيح. إذا كنتمناو لأن كتبنا وعاودنا كتبنا ودائما كنوجهوا رسائل، وفي عدة لقاءات كنقولوا بأنه عيب وعار أن هاد الناس يتساراو في المدينة، خصهم حتى هما واحد المركز أنهم يجلسوا يشربوا ياكلوا ينعسوا، وكذلك لما لا أنهم يحظوا بالتطبيب كذلك. وشكرا. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.